في ظل حتى الأزمة الثنائية كانت لازالت مستمرة ما بالك بعد أن كانت هناك انفراجة في هذه الأزمة كيف يمكن أن تتطور لتبادل تجاري بيني ذا نجاعة وأيضا متطور ويرسم إلى إلى مراحل متقدمة مستقبلا وحينما كان قال المغرب قد قطع علاقاته بإسبانيا بعد أزمة بن بطوش بيان الخارجية المغربي حينئذ تكلم عن إشارة مهمة جدا في العلاقة بما تفضلت بالحديث عنه أخي نوفل والأمر يرتبط مباشرة بأنه لهذا التعاون وهذه الشراكات وكل هذه المظاهر التي تكلمت عنها من قطاع النقل إلى قطاع الصيد البحري جميع القطاعات المغرب الذي تعاون مع إسبانيا والمقاولات المغربية في إسبانيا والمقاولات الإسبانية في المغرب هو البيئه الاجتماعيه والانسانيه التداخل الانساني والاجتماعي الفريد من نوعه بين الاسبان وبين المغاربه وعبر قرون ليس ولد اليوم نعم وبالتالي المغرب حينما حافظ على هذه العوامل هو حافظ عليها بقدر حفاظه على الروابط الانسانيه والاجتماعيه كما يحافظ عليها في اي مكان في العالم وبالتالي هذا الاساس صلب والذي يعتبر من الاصول الصلبه للتعاون بين الامم وبين الشعوب بقي قائما في ظل الازمات الان مع عوده مناخ هذا سيتضاعف عشرات او مئات المرات باعتبار ماذا باعتبار التداخل او الحضور المغربي في القاره الافريقيه بنفس المستوى الذي هو حاضر على المستوى يعني هذا الاساس الصلب الذي بين الاسبان والمغرب هو موجود ايضا بين المغرب وبين عدد من الامم والشعوب الافريقيه وهو الذي جعل المغرب يكون حاضرا خلال السنوات الماضيه بقوه وبكثافه في القاره الافريقيه الاسبان ايضا لديهم نفس المنحه ونفس الشكل مع امريكا اللاتينيه مع الدول في القاره الاوروبيه وما الى ذلك هذا يعني الاساس الصلب للتعاون بين المغرب واسبانيا سيقاس عليه التعاون في مجالات اخرى وفي قضايا اخرى مثلا القارة الأوروبية بمعظمها بمجملها وبسبب الحضور والثقل التاريخي والأهمية التاريخية أيضاً لإسبانيا في القارة الأوروبية، هي البوصلة أو هي المنظار الذي تنظر منه القارة الأوروبية بأكملها إلى إفريقيا، إلى قضاياها، إلى تحدياتها، إلى إمكاناتها، وإلى أيضاً المخاوف أو المحاذير الآتية منها. المغرب أيضاً لديه نفس الوضع، نفس المكانة. نفس الندية على الند للند مع مع المملكة الإسبانية في هذه القضايا في مجاله الحيوي لا على المستوى الإفريقي ولا أيضا على المستوى الأوروبي وبالتالي مواضيع التعاون ستتطور في القادم من الأيام بشكل أكبر. العنوان البارز الآن السياسة الدولية ما هو؟ موضوع الغاز، موضوع الطاقة، الأمن الطاقي. إسبانيا بعودتها إلى جدة الصواب وتصحيحها على المغرب هذا سيكون منفدا بالنسبة إليها لكي تطلع بدور أساسي وجوهري وحاسم في ضمان أمن الطاقة الأوروبية من خلال شراكتها مع المغرب على فيما يتعلق بالغاز النيجيري. التقديرات تقول أن الغاز النيجيري لن يعوض القارة الأوروبية يعني 100% عن الغاز الروسي لكنه سيجعل روسيا تتحول من محتكر إلى شريك إلى أحد الشركاء في أمن الطاقة الأوروبي فقط لا أكثر من ذلك بحثوا مع قطر يعني زيارة أمير ج... قطر إلى المملكة الإسبانية وذلك الاستقبال في جميع الأحوال لن تكون فقط من أجل بل... بلع... هناك... هناك يعني في جميع الأحوال خطوات لمد أوروبا بالغاز القطري في جميع الأحوال في جميع الأحوال كل هذه المساعي والشراكه مع المغرب بشكل اساسي في موضوع الغاز النيجيري ستحول روسيا بالنسبه لاوروبا من مجرد او من محتكر الى مجرد شريك من شركاء الامن الطاقي في اوروبا، لا. لكن المغرب ليس هذا هاجسه، يعني هذا هاجس اوروبيين، هاجس اسبانيا وهاجس اوروبيين، المغرب هاجسه في التعاون وفي الشراكه وفي افقها وتنوعها وتطورها ربطا بسؤالك، هو انه المغرب يدفع اوروبا صوب تغيير وجهتها او بوصلتها تجاه القاره الافريقيه بالطريقه التي تجعل الشراكات الاقتصادية معها تصل إلى مستوى رأب الصدوع الاجتماعية والأمنية والإنسانية في القارة الإفريقية بالطريقة التي يكون العمل فيها يعني أوتوماتيكيا القضاء على المخاوف والهواجس لا. من هجرة ومن أمن هذا الربط الذكي في السياسة الخارجية المغربية بين دبلوماسية اقتصادية وبين دبلوماسية تقليدية مواضعها السياسة والمنطق الاتفاقي لا. هو الذي يجعل الآن هذا الاساس الصلب الذي تكلمت عنه في البدايه الذي قوامه هذا التداخل الفريد وهذا التعاون وهذه الاصول التاريخيه للعلاقات تجعلها تعطيها زخما كانت هناك يعني الامر كان يحتاج الى فقط يعني نقطه لكي يفيض كأس التعاون هذا هو التصحيح الموقف الاسباني وتحسين والدهب بمناخ من قضيه الصراع او نحو نعم. جديد وبالتالي بات يعني الحبل على الجرار امام مجموعه من الانجازات